قبل أن نبدأ، لا تنسوا وضع لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. هو الفريق الركن عبد الوهاب عبد الزهر زبون الساعدي، عسكري عراقي شغل منصب نائب قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب العراقية منذ 2014 وحتى 2019، وقد اشتهر بعد قيادته لسلسلة من المعارك الناجحة ضد تنظيم داعش. ولد الساعدي في مدينة الصدر في بغداد عام 1963، بدأ دراسته الجامعية في جامعة الموصل حيث حصل على شهادة البكالوريوس في علوم الفيزياء، ثم التحق بالكلية العسكرية العراقية وحصل على رتبة ملازم. درس بعدها في كلية الأركان العراقية وتخرج منها في عام 1996، وفي أعقاب تخرجه عمل محاضرا فيها. استمر الساعدي بالعمل في القوات العراقية بعد احتلال العراق، ثم أصبح أحد قادة القوات الخاصة العراقية وتولى عدة قيادات للعمليات قبل 2014. وفي أعقاب سقوط الموصل ومناطق أخرى بيد داعش في 2014، شغل منصب نائب قائد قوات عمليات مكافحة الإرهاب العراقية وقاد عمليات تحرير بيجي، ثم ساهم في عمليات تحرير تكريت، بعد ذلك قاد عمليات تحرير الثلوجة. في أوائل عام 2017 شغل منصب القائد لعمليات تحرير مدينة الموصل. كتب محلل الأمن القومي في CNN بيتر فيرجن أن الساعدي لعب دورا حاسما في هزيمة داعش في العراق. نجي الساعدي من عدة محاولات لاغتياله بسيارات مفخخة أو عمليات قنص منفردة، وذلك أثناء قيادته للمعارك. في أيلول سبتمبر عام 2019 أبعد الساعدي من منصبه بأمر من رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي، ونقل للعمل في وزارة الدفاع دون ذكر أسباب القرار. وقال الساعدي أن القرار حصل بناء على طلب من رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الأول الركن طالب شغاتي. واعتبر الساعدي القرار إهانة له ولتاريخه العسكري. واعتبر الكثير من السياسيين والإعلاميين والناشطين القرار مجرفا. في 9 مايو 2020 قرر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إعادة عبد الوهاب الساعدي لجهاز مكافحة الإرهاب وترقيته رئيسا لجهاز مكافحة الإرهاب.